علاقات خلايا شبكات إطار مجتمع ها إطار إطار نقاط مشتركة نقاط مشتركة جسم ها فرق عمل ها مكونات مختلفة كويس عدم وضوح مظبوط كله صح كل الحاجات اللي قلت عليها صحيحة ولا غبار عليها اللي قال مجموعات وشركات وعدم وضوح واللي قال مجتمع واللي قال ألوان هكذا كل منا يرى ما يرى أو يفهم ما يرى ها أو يقتنع أن ما يراه هو الصح يبقى دي الحرية في الرؤية والاختيار هو ده مجتمع معقد دي طبقة سطحية بتاعته لكن لو خدتوه بالطول كده هتلاقي التعقيدات المجتمعية كثيرة جدا 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 وعميقة جدا 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 ولا يستطيع أحدنا أن يدركها جميعها أو أن يدرك جميعها أبدا أبدا أقول أبدا عشان بالتأبيد مين حد بيعرف عربي هنا؟ أبدا للتأبيد أبدا ولو كان عنده يعني كان عندهم يعني العدد الوافر من الايه؟ من الأعضاء لأن التشابك الأفقي والرأسي والدياجونال اللي هو القطري كل الحاجات دي موجودة في المجتمع المجتمعات بتاعتنا أصبحت معقدة جدا 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 اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا وعرقيا ودينيا وفقهيا ها؟ هنقول ايه؟ وسياسيا وبعدين نخش بعدها في مكون كل جزء من هذه المكونات مكون كل من جزء من جزء هذه المكونات لو احنا بنبص دي سوريا وسوريا كمان اكثر تعقيدا بعد الحرب اللي حصلت في الخمس سنوات اللي فاتت يعني اصبحت القضيه من التعقيد بانه اصبح فرض عين علينا كقاعده اساسيه ان نتنازل من اجل الوطن ونتنازل من اجل البناء ونتنازل من اجل التعاون ابدا 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 لن تبنى لن نستطيع ان نتعامل مع كل هذه المكونات والاعراق والاعراف وحدنا أو أن نغلط في سربنا وحدنا. دي قاعدة، مش هنقول بقى يعني إيه؟ ما فيهاش اجتهاد. أنتوا كلكم بتقولوا عايزين تنسيق، وعايزين تشبيك، وعايزين تعاون، وأنتوا عندكم إمكانيات أحسن من أكبر جمعية دولية في العالم بما فيها الأمم المتحدة. والله الذي لا إله إلا هو، لو جلستم في طاولة الأمم المتحدة في طاولة طلعت إمكانياتكم الفكرية والعقلية والبشرية والمادية أكبر. لأن مؤسسة الأمم المتحدة أفراد وميزانيات ورؤى وأفكار. وأنتم أفكار ها وأفراد ورؤى وميزانيات. بس إحنا مشرزمين. مش عايزين نشتغل مع بعض. وكلنا بنستغل الوطن. ما نسمحش هتكلم أقول كلمة نستغل دي لا تسخن ها؟ نستثمر. كلمة وطنية، كلمة قومية، قيمة عرقية، كلمة دينية، كلمة كذا في ايه؟ هي متر في مترين في النهاية. كنت انت رئيس جمهورية ولا كنت انت بواب عمارة؟ هي متر في مترين. وملك من ملكين. ودودة وتعبان وانتظار. وشباك تبص فيه من الأرض على مكانك في الجنة أو مكاني في النار خلص الحدوتة اتخانق على ايه؟ وقاعدين بنتحكم في أموال الغلابة والفقراء ونتخانق مع بعض وننظر ونمظر ونعمل ايه؟ ايه اللي حاصل؟ ده عشان نشوف
هل يستطيع المجموعة اللي جالسة هنا في الغرفة تحل بعض المشاكل في الشكل المعقد ده؟ وده صورة تبسيطية لمجتمع، صورة مبسطة لمجتمع. في بعض البلاد الإسلامية أصبح في حاجة اسمها زواج المحارم، عارفين عنه؟ ها؟ الراجل اللي بيزني بنته والأخ اللي بيزني بأخته وبتحمل منه. المشكلة جت إزاي؟ نشوف إيه أصل المشكلة؟ من الجد، مش نروح نقتل البنت والولد. طب ما المشكلة موجودة، ليه أصبح الولد بيزني بأخته والأخت بتزني مع أبوها والأم مع ابنها؟ واحنا قاعدين بنتكلم فيه اسمه ايه بتاع الكلاود، فين الديجيتال بيبول كلاود، مش حتى كده كلاود ستوريج يعني احنا مخزنين. وعلى رأي اخواننا اليمنيين، مخزن لما يخزن يعلى لما يعلى ينور. وعلى رأي المصريين، لما يبلبع يعلى برضه، ولما يبلبع يضلل، او بدل ما يعلى يضلل. واحد بينور ايه كلاود، انا عايشين في كلاود، عايشين في كلاود. واحنا في الكلاود بقى شايفين الدنيا ايه، حمرا من الحته دي، وبيضا من الحته دي، وصفرا من الحته دي، مظلمه في الحته دي، وكله في الحته دي. ان احنا فقدنا القدره على التركيز في القضيه نفسها. دي الصوره بتاعت المجتمع، دي نمره واحد. نمره اتنين، ايه هدفي انا؟ وايه رؤيتي انا لبلدي؟ وهل انا ساستطيع وحدي ان اضع رؤيتي لبلدي؟ ام انا مع الجميع، او مع من استطيع ان اتكامل معهم اضع صوره لبلدي؟ النقطة الثانية مهمة جدا فيها دي، لابد كل واحد فينا يكون عنده رؤية لسوريا، يحلم لسوريا ايه؟ لازم يكون عنده رؤية لسوريا. ما ينفعش اقعد اوزع كده وخلاص وخلص الحدوتة، لا، لازم تعلم وتعمل وتحلم، مش تحلم بس. ربنا قال وقل اعملوا، ما قالش وقل احلموا. هو على طول هيشوف عمل فسارة، ها، هو شخصية سبحانه وتعالى. وبعدين مؤمن، كل اعمل، مش كل احلم، مش كل مخمخ. احنا عايزين نشوف هل احنا عندنا رؤية لسوريا. السلام جاي بإذن الله سبحانه، أتمنى. قولوا آمين. في كذا حوار هيكون قدامنا النهاردة، في ناس عالقين في أوروبا، وناس بيتهجروا لاوروبا، وناس بيرسلوا اطفالهم لاوروبا وامريكا، ودي ماساه اخرى، ماساه تدمي القلب اكثر من قاعدين مع ابوهم وامهم في وسط الايه البلد. دي حاجه، دي ناس عارفين على الحدود في تركيا وفي الاردن وفي لبنان وفي دول ثانيه، وفي ناس مبعثرين في دول السودان، الخليج، المغرب، اماكن كثيره جدا. وفي ناس نازحين داخل سوريا، صح؟ نساء بلا رجال، واطفال بلا اباء وامهات، واحنا قاعدين ما زلنا القضيه مش بتحرقنا، مش بتصحينا من النوم. بكده شعرنا يقف والعرق يذبحنا. خلي بالك، لما العرق يذبح تبقى المصيبه صعبه ماشي، لان العرق لما يحرق الانسان يبقى معناها ان جسمه نشف من كتر الفكر، التعب، وقله الحيله. هل احنا عرق يذبحنا على بناتي واخواتي، اللي احنا لسه اربع مسارات، في الغرب، والعالقين على الحدود،
والاطفال اللي بيوصلوا وحدهم والنازحين داخل سوريا. ايه برنامجنا؟ مثل هذه الاشياء. اخواننا لو يا اخواتنا بس عشان ما فيش تفرقه عنصريه او تفرقه مش عارف ايه بنسميها ايه؟ بتعمل ايه؟ جندريه لو ما نسيناش حظنا من الدنيا لن نستطيع ان نبني سوريا. لو ما نسيناش من نحن او من انا لن نستطيع ان ننقذ هذا الجيل من الاطفال والشباب والنساء. لو ما استطعناش ان نعطي والعطاء درجات مثلت في ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وغيرهم، لن يعطينا الله فضل ثمرة بناء الوطن، لن نستحقها. أمر معدل، ابذل تثمر أو تملك، واعطي لتأخذ. والذي يعطي هنا الآن ليس أنت ولا أنت ولا أنت، لكن الذي يرد لك العطاء هو الله سبحانه وتعالى. الذي ينقذني أمام الله سبحانه وتعالى هو هذا الطفل وهذه الأرملة وهذه الدعوات. إن أعطيت فانحنيت فتكلفت فعانيت من أجل هذا الطفل هذا المهم. دي قواعد لازم نمشي عليها. لو كنا بنتكلم على السوريين اللي رايحين يهاجروا وعالقين في اليونان او في دول اخرى، او على السوريين اللي في دول الجوار، او على السوريين النازحين، احنا عايشين في بحبوحه من العيش، بحبوحه كبيره جدا نتكلم عنها، لكنها بد ان نعمل. عندنا أربعة، والأطفال السوريين اللي بيروحوا لوحدهم عارفين دي، مش عايز أفسر أنا كتير، فتتهافت أو تتبارى أو تتسابق عليهم الأسر تكفلهم. فكرني زمان بحاجة اسمها Children Embassy، مؤسسة بوسطة بتاخد الأطفال سلموهم الاهالي ليهم 92 واختفت من هؤلاء الاطفال واختفت المؤسسه. كل لبيب باشارتي يفهم، وان كان الناطق ليس اللبيب. هو اللي احنا عايزينه في اربع محاور قدامنا في وجه جديد لسوريا بيرسم. هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فينا كلنا مع بعض حذاري وألف حذاري أن نعطي ظهورنا لبعضنا البعض. فإن أعرضنا عنه أعرض الله عنه. العملية مش سهلة، عمرها ما كانت صفقة أبدا، عمرها ما كانت مكسب وخسارة، هي بناء، هي روح، هي عمل، هي رؤية. هنعمل ايه نرجع الناس كلهم؟ هنعمل ايه نرجع ال 4 مليون 5 مليون اللي على الحدود بس؟ الدور ده هيكون ايه؟ الدور ده هيكون ايه؟ انتوا شايفين سوريا كده وانتوا قاعدين؟
شايفينها؟ تعرفوا ليه؟ لو شفتوها هتحبوها. ولو حبيتوها عمركم ما هتختلفوا. ولو ما اختلفتوش هتبنوها. ولو بنتوها هتعجلوها شامة العالم. ده شامة المنطقة. بس احنا ساعات ما بنشوفش. وعايزين نطلب من ربنا ان يخلينا نشوف صغير عشان نحبها. نسحب على همها اللي احنا عايزينه. تبقى ايدينا ايد كل واحد فينا. مسلمين، صحيين، روز، كله. هو ده الوطن اللي احنا نتكلم عليه. سيدنا عمر في يوم من الايام لما تحملها تقل عليه، مش فاكر بس معنى الحديث لما كبر بقى في السن امتدت رقعه الامه وكذا، خلاص يعني تمنى الموت عشان مش قادر يتحمل المسؤوليه. كبرت سني فهمتني في بلدي نبيل. طيب اعمل زي الاطفال في المدارس واشدهم نبيل. هنرجع للاربع مسارات. كل واحد كده، انا مش حل لك مشاكلك، ما حكى جلدك مصر زفر وتولى انت جميع امرك. لكن وانت بتولى امرك انا عايزك تيجي تقول لي اشتغل مع بعض. شوف البوسه دي ممكن تخش انا بيها الجنه. انا كنت لسه بقول مش عارف منين، انا كنت وانا في بلد ما بيقدم الشاي واحد بنجلاديشي فحضن الراجل ما صدقش ان انا بحضره. طيب حضن فيا على طول. انا بحضن كل الناس مش كده. بس الا انت بس ما تغلطش. ما انا خلاص حطيت القاعده يعني. الا انت ما اقدرش. خلاص؟ وصل الرأي الفقهي؟ فبالك لان مفيش حد يعني ليس كذا. ان ايه؟ شوف الحضن ده يعمل فعل السحر. البسمه تعمل فعل السحر. السلام يعمل فعل السحر. نبدأ بنختلف على ايه؟ في الاربع محاور، هل حد فينا يقدر يتبنى او كلنا قضية اللاجئين السوريين في اوروبا؟ ودي محور. قضية الاربعة خمسة ستة مليون الموجودين في ثلاث دول دول. فاللي موجود هنا في تركيا ايه رسالتنا ليه؟ لو كان في الاستيطان قول له استوطن. ايه المشكلة؟ في امن وامان وساعد اخوانك اللي جوه. ايه المشكلة؟ مش هنقدر نرجعهم موجودين في تركيا. وكان الامر كذلك في الاردن كده استوطنوا. سمعت لكم الحكومة استوطنوا. الحكومة في لبنان سمعت لكم استوطنوا. خلاص. وهم يبتدوا يبنوا صفحة جديدة مستقبل سوريا من داخل سوريا انا سوريا. كيف هنثبت ال 5 مليون او 6 مليون اللي داخل؟ كم عدد النازحين داخل سوريا؟ سبعه ولا سته؟ سبعه مليون. 6.4 ها؟ 6.4 6.4 يعني 6.5 داخل سوريا. دولة لا مأوى ولا مشرب ولا مطعم ولا 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 ولا. ما هي شوف مسؤوليات كبيرة جدا 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 جدا. تستدعي مننا نعمل ايه؟ ما ننامش. ما نتأخرش على المواعيد. لو هنشتغل خمس ساعات نشتغل 10 ساعات. ونستعين على حاجاتنا باستكمالها بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى، صاحب الحاجات. يعني تشوف 6 7 مليون في الشارع سوريا، 5 6 مليون على الحدود، مليون او اثنين في اوروبا. امر اكبر من حجمنا. كتير. بس لازم نشتغل مع بعض. لازم نشتغل مع بعض. انا مش عاقل اللطم مش حرام.
دراستنا. طيب فده الايه الرساله الاولى يعني نتكلم عنها. هل احنا عندنا برنامج للمواطنه السوريين داخل تركيا؟ هل احنا فكرنا في امر زي كده؟ ما انت هيفكر للناس الغلابه اللي هنا دول احنا وغيرنا. احنا عندنا برنامج ليهم بالرجوع ريباتريشن نرجعهم احب يرجعوا، وللنازحين هنعمل فيهم ايه؟ لابد. وبعدين يكلف نفسه بس عاد يقدر يعمل البسيط يعمل البسيط. ربنا هو الحياتي الرازق والوهاب والمعطي والمنفق والمعز والمذل هو ربنا سبحانه وتعالى. ايه ما عنديش ميزانيه هشتغل وربنا هيفتح عليا، بس اشتغل واعمل. ايجي في باكستان رحمه الله عليه رجل كان مش اعتقد ما كانش متعلم كمان يعني، وعمل منظومه للاسعاف كانت اقوى من الحكومه. هو ليس احسن من اي واحد فينا. كل هذه الاشياء ممكن نعملها، كلها ممكن نعملها وقادرين على عملها، لكن لابد ان نعمل سويا معه لان هذا هو البطل. لما عز الله سوريا مش سوريا دي بس وطن يعني مجتمعات متشابكه متداخله صعبه. وانا هنقابل ثقافه زي ما كنا بنتكلم من يومين، ثقافه جديده، ثقافه المخيمات وثقافه النزوح ما تعودتوش انتوا عليها، وثقافه اللجوء ما تعودتوش عليها. مش هنكفرهم ولا هنفسقهم ولا هنخرجهم من المله ولا من الدين. خلاص احنا رميناهم في 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 مطحنه وخرجوا بثقافه ثانيه وقيم ثانيه واخلاقيات ثانيه. هنجيب واحد بقى قاعد في اوضه كده مقفول عليها وبعدين نكفر ده ونفسق ده ونبعد ده وننظم ده وننظم ده؟ ايه ده؟ كله مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى كلمه الكفر اللي قالها سيدنا عمار بن ياسر وهو بيتعذب، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له وان عدت قلبك ايه يا عمار؟ قال له سليم، قال له خلاص وان عاد يعد مش قادر يتحمل. فانا هاجي بقى اكفر واقول له وصنف ده وده، ضحكوا علينا قالوا صنفنا، ضحكوا علينا وقالوا جزاؤه جزانا، ضحكوا علينا قالوا ايه ده؟ واحنا فين؟ الاخ كان بتتكلم على المخ اليمين، انا كنت بتكلم كلام حلو قوي، المخ اليمين المخ الشمال. انا ما عنديش لا فص يمين ولا فص شمال، انا باكل فص برتقال بس. انت بقى دوري لي على فص فين بقى عشان احط ايه اجيب لي فص بعد كده. ها؟ لا لا ما اعرفش والله. ولذلك زي ما كنت بتكلم في ايه؟ فص اليمين. مش فص اليمين. لازم يكون في فص يمين. احنا وين؟ احنا وين؟ احنا وين؟ احنا وين؟ لا ما انا لست من يكفر او يفسق او يحجم دور اي احد، لان لو وضعت في ظرف هذا الرجل او هذه المراه او هذا الطفل قد اكون اسوأ منه. ولو خلقنا ايام بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم من يدينا إذا كنا هنكون مشركين أو مسلمين. وكذلك كنتم من قبل، مش كان يعني في ناس كانوا قبل الإسلام بيعملوا كذا وكذا، بينكم بقى قعدوا إيه وقبل الهداية وحتى يقعد على رجل بقى أنت كذا وأنت إيه يا ابني أنت عارفين أنت كنت قبل كده من 20 سنة واقف على الناصية وبتعمل كذا وبتروح وربنا هداك. كذلك كنتم أو كنا من قبل، الآية بتقول إيه؟ كنتم من قبل. فمن الله عليك، فربنا من عليك بقى دي انت تقوم مكفر الناس وعاملهم في ثقافة جديدة للمجتمع السوري هتحدث بعد السلام. قد تكون الثقافة دي مفرقة للمجتمع، دورنا هيكون ايه؟ شفتي بقى؟ في قيم جديدة هتخش علينا. هتخش ان لم تكن دخلت اوريدي. هنتعامل معاها ازاي؟ هنستعد ليها ازاي؟ هنفكر لبنائها ازاي؟ او الهدم السيء منها ازاي؟ او لمد الجسور زي الاخت ما بتقول ازاي؟
في اشياء حاصله كل يوم كده ماشيه 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 على طول على طول على طول على طول على طول. المجتمعات بتتغير واحنا مش واخدين بالنا. وبعد كده هنيجي نسب العالم عشان ما بدناش فلوس بعد السلام ما يقع. وقلنا امبارح وقلنا من سنه ومن سنتين ومن 20 سنه ان بعد السلام ما بيجي ما فيش حد بيدي فلوس. ده تحدي ثاني. ده تحدي ثاني كذلك يا محمد. ها؟ خلص. ايه دورنا بقى؟ انا بس قلت اقول الكلام ده. ها؟ علشان العمليه مش ان انا واخد باسبور ان انا ابقى سوري. لا. العمليه سوريا دي روح ودم وهم والم وامل وتاريخ ورؤيه وحب وسلام وحضاره. وانا مضيعها كده بقيسها بالدولار وبقيسها بخمس اكياس طحين وكذا وكذا وكذا. سوريا اغلى من كده. ولما كانتش اغلى من كده ما كانش حصل فيها كده. لو ما كانتش اغلى من كده ما كانش حصل فيها. فلذلك انا لما بكلم نفسي معاكم بقول احنا عايزين كلنا ايه؟ نحب سوريا. كل ما كان ممكن نقول كده كلنا مع بعض بحبك يا سوريا. لا انا مش سامع. احبك يا سوريا. انا بقول السوري بقى. بحبك. بحبك سوريا. لا اقول لك مش سامع. حبك سوريا. واحد اثنين ثلاثة بحبك سوريا. خلينا احول الكلمة دي لبرنامج برنامج عملي. منهج برنامج عملي في الأداء منذ أن خلاص أصبحت رسالتي. أصبحت رسالتي الرؤية بتاعتي هي شايف سوريا كلها. رسالتي بحبك يا سوريا. احط بقى منهج البرنامج العملي لحب سوريا. اتكلمنا على القضايا الاربع اماكن اوروبا والحدود والداخل الى اخره. وعن ايه هو البرنامج العملي التطبيقي ليا في برنامج بحبك يا سوريا. برنامج ايه؟ برنامج ايه؟ برنامج ايه؟ ها؟ حبك يا مصر. لا احنا بنتكلم فعلا. حب الوطن جزء من الدين. اوعى حد يقول لك ده لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابه وهم في مكه المدينه مهاجرين كانوا بيبكوا على مكه وايام مكه وليالي مكه واشعار مكه والكعبه. الله دول كمان خرجوا من الدين. دول كانوا بيعيطوا على مكه. الله العظيم خرجوا من الدين. اصبحوا قوميين. اصبحوا مش عارف ايه. مش كان بيعيطوا على مكه ولا ما كانوش لما عايد على سوريا لما احنا بقى مش عارف ايه. لا جزء من ديننا نحب وطننا وجزء من ديننا نحب جارنا وجزء من ديننا نحب كل المواطنين نحب الانسانيه كلها. جزء من ديننا لما بيسيئوا ليه في العالم كله ويسموه حاجه اسلاموفوبيا وكل الفوبيا اللي بيجيبوها دي كلها. وانا عايز مننا يكون في برنامج عملي معانا يا حماده اسمه بحبك يا سوريا. خلاص انا ده وقتي خلص. طيب لا انا كمان اديكم الخمس دقائق. فلذلك نتحول بكل هذه المخرجات. احنا قلنا بناء السلام وقلنا السوشيال ميديا وقلنا 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 لكي نخرج متفقين على رؤيه واحده اننا كلنا بنحب سوريا وكل واحد فينا هيبدع في الاخت بتاع اللي هو الفصل اليمين وكل واحد فينا هيبدع فان يري الله سبحانه وتعالى كيف يحب سوريا. ان يري الله سبحانه وتعالى منه او منها كيف يحب او تحب سوريا. بس مش عايزين نظريات ولا قوانين ولا قاعده ولا كذا وكذا. كيف نحب سوريا؟ ها؟ كيف نحب؟ سوريا. كيف نحب؟ سوريا. سوريا. ده اللي احنا عايزينه. تعالى يا حضرتك. طيب انا بناء على كلنا بنحب سوريا بتشكر يعني الحقيقه العواطف الصادقه اللي هي فعلا ادمعت عيوننا الحقيقه.
بنشكر الدكتور هاني وشعارنا انه فعلا نحن حب الوطن عندنا شيء متجذر. من هذا الشعار حاليا انا اقترح ان نتقسم لثلاث مجموعات لتحويل هذا الشعار وهذا الحلم وهذا كيف لمسار حقيقي مستقبلي، كيف سنحب سوريا في المستقبل ضمن ثلاث مجموعات اللي هم نازحي الداخل واللي في الحدود وفي مناطق المخيمات او دول الجوار والذين هم في اوروبا او عالقين في المناطق البعيده. فثلاث مجموعات انا افضل انه اللي لهم اهتمام بالمنظمات الدوليه قد يختاروا القسم الاوروبي اللي لديهم فاعليه اكثر في الداخل والمهجرين داخليا يرموهم يتكثروا كمان، ولديهم فعاليه في الاردن وفي تركيا وفي لديهم علاقات ربما كمان يتجمعوا، وربما نعمل ثلاث مسارات ثلاث فئات ان شاء الله خلال فتره تكفي كامله يعني ان شاء الله. كم ساعه تقريبا؟ يعني 45 دقيقة نناقش بعدها 45 دقيقة نقسموا نفسهم هم يفلسهم نقول نختار مجموعة 2-3 واحدة داخل سوريا واحدة في دول الجوار واحدة في مناطق أوروبا، وماذا بعد كيف سنستطيع أن نحب سوريا نبني سوريا وما هي الرؤية المستقبلية. توصياتكم ستتلى بعد نهاية هذه الوركشوب. أنا أتمنى أنه في البداية يصير في تعريف داخلي ضمن كل مجموعة طاولات يعني اللي هني قاعدين حيعملوا ووركشوب سوا، وبالنهاية يقوم من يمثلهم لي يقول شو أو يذكر ما توصلوا إليه. خلينا بنفس القاعة. والله أنا بريحكم هم لازم أوروبا هنا خلي هون أوروبا جنبها سوريا طيب يعني اللي